أندري شيفشنكو، أندري شيفشنكو ينقل الكرة لسيدورف، سيدورف محاولة خطيرة، محاولة كانت من بيبونزاجي كاد أن يوقع هدف التقدم، لكن بوفون يتمكن من التصدي أمام كرة سيدورف ورأسية بيبونزاجي، لكن رياكسيوني ردة الفعل كانت رائعة من بوفون اللي يتمكن من إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية. ميلان يضغط باستمرار، ميلان يحاول أن يؤكد هذه السيطرة بهدف تقدم، دافيدز يتدخل، الكرة تصل لكوستا كورتا.